أقوى تمارين تستهدف عضلات البطن. تمرين الـ V-Up. نامي على الأرض وإيدك جنب رجلك مفرودين باستقامة جسمك. ارفعي رجلك لفوق وكمان إيدك مع الجزء العلوي من جسمك. وحاولي على قد ما تقدري إن إيدك تلامس رجلك. التمرين هيشغل عضلات البطن العلوية والسفلية واللي بتعتمدي عليهم في رفع جسمك. انزلي بإيدك ورجلك لنقطة البداية من غير ما يلمسوا الأرض. اعملي التمرين ببطء علشان تستفادي أكتر، وكمان نظمي نفسك كويس وبلاش تكتمي. يلا بينا نبتدي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Up wheel roll out. وده تمرين من أقوى تمارين البطن على الإطلاق، وبيعمل سكويز لعضلات البطن بشكل فعال جدا. أهم ما في التمرين هو الثبات على الركبتين بشكل جيد، وخلي الركبتين مش لازقين في بعض عشان يحصل اتزان للجسم ويكون ثابت. ونبدأ من نقطة البداية، وهي أبعد نقطة نقدر نوصل لها بدراعنا. هنرجع لأقرب نقطة ممكنة لحد الأفخاد مع عصر عضلات البطن والإحساس بيها. ولو عايزة تضمني إنك تعملي سكويز للعضلة كويس، فطبقي التمرين بأداء بطيء نسبيا سواء في السحب أو في الرجوع. يلا بينا نبتدي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Resisted Reverse Crunch. شبيه تمرين الريفرس بس بشدة أعلى، وبنستخدم فيه الأستيك علشان زي ما انت شايفة على الشاشة بنعلي المقاومة أكتر، فبالتالي بنتعب عضلات البطن أكتر. التمرين ده مش أقوى حاجة، بس من التمارين الفعالة جدا في عمل انقباض قوي لعضلات البطن من أول الفي كات لحد الأبس كلها. حاولي تهدي الريتم وبلاش الأداء السريع. حسي بعصر عضلات البطن في الحركة الإيجابية والحركة السلبية. ما ترهقيش نفسك، لكن ارهقي العضلة. يلا بينا نبتدي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Jumping Jack Plank. تمارين البلانك عموما بتشغل كل عضلات الجسم، ولكن بتأثر أكتر على عضلات بطنك، وده لأنك بتحافظي عليها دايما مشدودة أثناء أدائك للتمرين. هتاخدي وضعية البلانك العادية مع القفز برجلك بأنك هتفتحيها وترجعي تضميها تاني، وأهم نقطة أنك تحافظي على بطنك مشدودة أثناء التمرين. يلا بينا نبتدي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. تمرين الرول اب. هتنامي على الأرض وإيدك ورجلك مفرودين باستقامة جسمك. ابدأي بالراحة برفع دراعك لأعلى وللأمام معتمدة على عضلات بطنك لحد ما ترفعي المنتصف العلوي من جسمك وتاخدي وضع الجلوس. حافظي على استقامة رقبتك، ما تخليهاش متنية لقدام، وببطء هترجعي لنقطة البداية وانت معتمدة برضو على عضلات بطنك في الحركة. التمرينة دي بتقوي عضلات البطن وكمان بتزيد من مرونة العمود الفقري. يلا ابدأي معايا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Zero. Mountain climber. التمرين ده نوع من أنواع البلانك برضو. هتاخدي وضعية البلانك العالي وتحركي رجلك بالتبادل مع الرجل التانية اتجاه صدرك وكأنك بتتسلقي جبل، وحافظي على بطنك مشدودة ورقبتك في وضع مستقيم ومريح دايما ليكي. التمرين ده هيقويلك عضلات البطن وكمان عضلات الأفخاد. يلا عدي معايا 30 عدة، يعني 15 رجل بالتبادل مع التانية. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 كرري الفيديو من 3 ل5 مجموعات على حسب ما تقدري، ولو عندك دهون متراكمة في منطقة البطن يبقى لازم تعملي نظام غذائي منخفض في السعرات الحرارية، وهسيبلك رابط تحسبي منه السعرات الحرارية المناسبة لجسمك، وكمان هسيبلك لينك فيديو التنشيف في أول كومنت هيساعدك في التخلص من أي دهون زيادة. أقولك إزاي تنسفي كرشك بعقلك. بلاقي بنات بتعمل تمارين البطن بأوزان عالية علشان تنزل الدهون المتراكمة في البطن، بس في الحقيقة التمارين دي مش هي اللي هتجيب معاك نتيجة ولا هتخلصك من الدهون. دهون البطن زيها زي أي دهون متراكمة في جسمك، زي الدهون اللي في الظهر وفي الأرداف وفي الأفخاد، والحل الوحيد علشان الدهون دي تنزل هو إنك تعملي دايت منخفض السعرات الحرارية. وقتها بس الجسم هيكون مضطر إنه ياخد من الدهون المتراكمة فيه. يعني لازم تاخدي بالك من نقطتين مهمين. النقطة الأولى هو إنك لازم تاخدي كفايتك من البروتين علشان تحافظي على الكتلة العضلية في جسمك والجسم ينزل من الدهون مش من العضلات. أما النقطة الثانية، لازم تتبعي نظام غذائي مناسب وما يكونش قاسي جدا، ويفضل طبعا انه يكون صحي وكمية الدهون فيه منخفضة، وده لان نظام الدايت القاسي بيدخل الجسم في مرحلة حرمان، والجسم بيبدأ يترجم الدايت القاسي ده على انه مجاعة، فبيتمسك بالدهون اللي فيه كوسيلة للدفاع عن الجسم وسلامته، وبالتالي يبدأ الجسم يفقد من العضلات والمية والأملاح والفيتامينات اللي فيه، وفي الآخر خالص يلجأ للدهون لو استمريتي في الدايت القاسي بالشكل ده، وغالبا محدش ابدا بيقدر يستمر فيه. هسيبلك في اول كومنت رابط تقدري من خلاله تحسبي سعراتك اللي بيحتاجها جسمك، قللي منها من 300 ل 500 سعر حراري، وده هيكون كافي جدا ليكي. نزول الدهون معانا هيكون تدريجي بس هيكون صحي وهتقدري تستمري عليه. المهم بالنسبه لك هو الاستمرار. النتيجه السريعه مش هتقدري تحافظي عليها ومستحيل تكون من الدهون بس، علشان كده ما تستعجليش على النتائج ابدا، وحاولي يكون ده نظام حياتك بعد كده. لو عجبتك الطريقة دي في شرح التمارين اكتب لنا في تعليق حبة الفيديو اللي جاي يكون عن تمارين أي عضلة، ودعمينا بلايك وشير للفيديو، واشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة علشان يوصلك كل جديد.